بسم الله وابن الروح القدس إله واحد آمين. خير ما نبتدئ به الاجتماع هو الصلاة الربانية. سبحان الذي في السماوات لقد اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ علينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين. مساء الخير جميعا الآباء الكهنة المحترمين الشمامسة والشمامسة الحضور الكرام الشماسات مساء الخير ومرحب بالجميع باسم كنيسة أم المعونة الدائمة للصبيان الكاثوليك في سان دييغو. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع هذا الاجتماع الرائع ملتقى السريان الأنطاكي الأول في مدينة سان دييغو في الكهون. بداية نقول ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب لنا إن اجتمع اثنان معا فأنا أكون هنا. السريانية هي هويتنا ولغة المسيح وبها نفتخر دائما. والسريانية هي كنيستنا وبها نصلي دائما. فأهلا بالسريان من كل البلدان والكنائس في ملتقى السريان الأول في كنيستنا كنيسة أم المعونة الدائمة للسريان الكاثوليك في الكهون. الكلمة الأولى اللي راح يتقدم فيها هو علم من أعلام السريان في سان دييغو. هو طبيب مشهور هو ابن السريان وكلكم تعرفونه وكلنا نفتخر فيه هو الدكتور سهيل زفار. شكرا شمس ابراهيم عفوا اشيل كمان هلا. اولا أحباء الآباء الموقرين شمامسة الكرام سيداتي وسادتي أحب أن أشكر كثير أبونا عماد على الدعوة المباركة على هاللقاء اللي كنا نتمناه يتم من زمان ولكن هلا لي عطر صغير كثير على الشماس إبراهيم لأنه هذا هو اللقاء السرياني الأنطاكي كان حمد لو كانت الصلاة الربانية باللغة السريانية الأصلية اللي صلى فيها المسيح فلذلك أنا بدي أحييك باللغة السريانية شلومو حوبو. كلمتي راح تكون فقط 5 دقائق 10 دقائق احتراما للوقت. وخبرنا يا أبونا البارحة بس هو قال لي خبرتوك من زمان أنا نسيته أبونا. المهم راح أحييك شوي بالعربي لأنني ما في حدا ما أجي أوكي حضرته بالانجليزي في شامبيل ويلز بس راح نترجمها للعربي. ملخص صغير عن اسهامات الامه السريانيه للعالم للحضاره العالميه. نحن مو شعب هينين، نحن شعب لنا اصول، نحن مهد الحضاره كانت
على يد الشعب السورياني الآرامي، شعب ميسوبوتاميا لا القصيم وما بين النهرين. السوريان قدموا للعالم خدمات كبيرة جدا للحضارة العالمية، ولكن أهم هذه الإسهامات كانت الأبجدية. الألفابت، لولا الأبجدية لما كان هناك حضارة، لما كان هناك أدب وتاريخ. الحضارة لم تكن كما هي الآن إذا الأبجدية وجدت على أيدي الفينيقيين الذين هم الآراميين الذين سكنوا الساحل السوري من سوريا ولبنان وفلسطين. الفينيقيين أوجدوا الأبجدية اسمها The Alphabet، حتى باللغة الإنجليزية أولف بيث ألف باء، إذن The Alphabet هي كلمة سوريانية أولف بيث. إذا الفينيقيين هم من اخترعوا الأبجدية الأولى بالعالم. ومن الفينيقيين انتقلت إلى اليونان. هيرودوتس قال إن الأبجدية الفينيقية وصلت إلى اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد، ومنها أخذت اللغة اليونانية الأبجدية. إذن الأبجدية اليونانية هي مشتقة من الأبجدية الفينيقية الآرامية. وبعدها ومن اليونان انتشرت إلى كل أوروبا. إذا اللغات الأوروبية الحالية كل أبجديتها هي مشتقة من اللغة السوريانية الآرامية الفينيقية. وحتى لغتنا الإنجليزية في أمريكا الألفابت أصلها الأبجدية، أصلها هي الفينيقي الآرامي. إذا هذا الإنجاز الأول المهم. الإنجاز الثاني المهم اختراع الصفر، زيرو، صفر، صفر، زيرو. البابليين هم من اخترعوا الرقم صفر، ولولا الصفر لما كان هناك رياضيات ولا كان هناك كمبيوتر ولا كان هناك وصول إلى القمر. إذا الحضارة أيضا تطورت ونشأت بسبب اختراع الصفر على أيدي البابليين اللي هن قسم من الآرامية وسكان سوريا الكبرى. أما الإسهام الثالث الكبير فهو كان التعداد الستين، السكستي. فهم البابليين أيضا أوجدوا التعداد الستيني، أي الدقيقة فيها 60 ثانية، الساعة فيها 60 دقيقة، والدائرة فيها 360 درجة. هذا الاختراع أيضا كان اختراع حضارتنا. ليس فقط الإغريق أو اليونان أخذوا عن الأبجدية، فإن الأبجديات العالم كل أغلبها مشتقة من الفينيقية، وليس فقط اليونانية والأوروبية. الأبجدية العبرية كلها فينيقية آرامية سريانية. الأبجدية العربية الألفباء مشتقة من الفينيقية الآرامية. شمال آسيا واللغة والأبجدية التركية القديمة والأبجدية المنغولية كلها مشتقة من اللغة من الأبجدية الفينيقية الآرامية. وجورجيا الجورجية أيضا الألفابيت مشتقة من الألفابيت الفينيقية. إذا جميع معظم لغات العالم الحي مشتقة من أبجديتنا الألفابيت الأولف بيت. اللغة الآرامية السريانية هي أقدم لغة في العالم. قسم من الإنجيل من الكتاب المقدس كتب باللغة السريانية الآرامية، وخاصة منها نبوة دانيال، إنجيل متى، مراثي إرميا، وسفر عزرا، كلها كتبت باللغة السريانية الآرامية. سابقا كانت اللغة السريانية الآرامية اللغة العالمية لينغوا فرانكا في جميع أنحاء العالم. انتشرت من الصين إلى مصر، ووجدت كتيبات باللغة الآرامية في منتصف الصين وفي صحراء مصر وفي السعودية وفي الخليج العربي وكل أنحاء الشرق. الأمبراطورية الفارسية اتخذت اللغة السريانية الآرامية كلغة رسمية في دواوينها، اللغة الحضارة الفارسية العظيمة. وأخيرا هي لمحة صغيرة عن الإنجازات اللي حققتها الأمة الآرامية للعالم كله. ولكن للأسف
نحن الأمة السريانية مقتسمة على بعضها بأسباب عديدة جدا، بس أهمها يجب الإشارة إليها هي مع كل أسف هي البعثات المسيحية التبشيرية التي أتت وقسمت المسيحيين في الشرق إلى طوائف عديدة تتناحر مع بعضها. للأسف هذه حقيقة تاريخية موجودة. الآن السوريان يمثلون 8 طوائف: السوريان الأرثوذكس، السوريان الموارنة، السوريان الكاثوليك، السوريان الملكيين الأرثوذكس اللي هن الروم أرثوذكس، السوريان الملكيين الكاثوليك اللي هن الروم كاثوليك، السوريان الكلدان الذين حتى الآن اسمهم في الهند الكنيسة السوريانية الكلدانية The Syrian Chaldean Church، حتى الآن في الهند لم يغيروا الاسم. دين السوريان الشرقيين الآشوريين اللي هن كنيسة الشرق السوريانية، وأخيرا السوريان البروتستانت الإنجيليين. السؤال هو هل يمكن إعادة الوحدة في التراث السورياني اللي نحن هلا عم نقوم فيه؟ نعم يمكن إن كان هناك إصرار وتصميم من قبل رجال الدين، لأن الشعب راضي، جميع العلمانيين راضين، ولكن رجال الدين هم الذين لا يتفقون. بصراحة إن الأمور المشتركة بيناتنا هي أكثر بكثير من الأمور اللي تفرقنا. قطعا العادات والتقاليد واللغة والدين والأرض عوامل كلها مشتركة. في عام 1975 قال البطريرك الماروني ماربطرس خريش للبطريرك السورياني مر يعقوب الثالث، قال له إن الأصل واحد والمصير واحد. إذا لسنا فقط من أصل واحد، ولكن مستقبلنا واحد، مصيرنا واحد. لما يجوا يعدمونا يعدموا الكل، ما يعدموا طائفة واحدة. جاوبوا كمان البطريرك يعقوب قال له إننا كنيسة واحدة. لذلك يجب أن نحقق هذا الهدف، إننا كنيسة واحدة وإن مصيرنا واحد وإن أصلنا واحد. كيف يمكن إعادة الوحدة في التراث السرياني؟ ما هي الخطوات التي يجب أن نعملها لنحقق الوحدة؟ أولا يجب نسيان الماضي، نسيان الخلافات، كبوها بالماء، محي الآثار السلبية التي خلقتها عوامل الانقسام، يجب محيها نسيان. إذا تذكرها أو هيك عملت ولا هيك عملت ما راح نتعلم. ثانيا إزالة العبارات السيئة والمسبات والشتائم المتطرفة والحرمات الموجودة في الكتب الكنسية. ما في غير حرمات واحتلال وسبات من طائفة لطائفة، يجب إزالتها كلها. ثالثا قبول فكرة إعادة الشراكة في الإيمان. يجب القبول في إعادة الشراكة في الإيمان والاتفاق على تعابير ومصطلحات مسكونية مقبولة من الجميع. إذا يجب هناك في تنازل، لازم نتنازل عن شيء نتنازل عن شيء حتى نعمل عوامل مشتركة وأرض مشتركة بيناتنا. رابعا يجب توحيد مواعيد الأعياد المهزلة. خامسا يجب إعداد منهاج موحد لجميع الإكليريكيات، جميع الإكليريكيات التي تدرس وتخرج الرهبان ورجال الدين يجب أن يثقفوا ويكون لهم منهاج واحد. لا يكون نحن سريان ونحن مواطن ونحن كاثوليك ونحن اشوريين، يجب ان يكون منهاج موحد. اذا تحققت الخمس خطوات ان شاء الله في امل بالاتحاد. وشكرا كثير، ثانك يو انت ولي سعيد. حقيقة كلمة الدكتور سهيل يعني أثرت في كثير، وراح خليني أقول مقطع من نحن السريان، نحن السريان أول من ذاق الإيمان، نحن السريان، نحن السريان أول من ذاق الإيمان، لساننا أحلى لسان ومجدنا فخر الزمان. شكرا دكتور سهير على كلمتك، والآن الكلمة للسيدة منال السريدار، فتتفضل. مساء الخير جميعا. أحبائنا المدعوون الكرام في كنيسة أم المعونة الدائمة للسريان الكاثوليك الأنطاكية،
باسم خوري كنيستنا حضرة الأب المنسمير عماد حنا الشيخ الكلي الاحترام، مرحبا بكم جميعا. يا من يشاء من وجوهكم نور المسيح ويتلألأ فوق صدوركم صليبه المقدس، وساما من جوهر إلهي تزهون به وترفعون رؤوسكم عاليا، مرحبا بكم في هذا التجمع السرياني المبارك بكل طوائفكم المؤمنة، كاثوليك وأرثوذكس، أبناء كنيسة أنطاكية سريانية، كنيسة المسيح المقدسة. هذه الكنيسة تأسست في فجر المسيحية يوم كانت أنطاكيا عاصمة سوريا ومقراً للكرسي السرياني الأنطاكي حتى عام 518 ميلادية. وبسبب الاضطهادات التي عانت منها هذه الكنيسة نقل مقر رئاستها إلى أديرة أعالي بلاد ما بين النهرين، واستقر في دير الزعفران قرب ماردين شمال شرق سوريا، وانتهى به المطاف في دمشق العاصمة واليوم في لبنان. أيها المدعوون الأعزاء، إن السريان هم أقدم الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، ولغتهم الآرامية لغة السيد المسيح ووالدته العذراء مريم القديسة. وها أنتم بقاماتكم المباركة تتابعون بأمانة مجد أهلنا السريان الذين كان لهم فضل كبير على الحضارة الإنسانية لا ينكره من له ضمير. وكم نشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بكفاح شعبنا المسيحي وصموده أمام تعديات الترك التي يشهدها العالم. نعم، إن تاريخ السريانية الرائع والمشرف له عبء وأريج ليس لجماله مثيل. فالسريان إيمان وحضارة وزهو بتعاونهم وتكاتفهم وإيمانهم الصادق العميق بالمسيح المخلص ربنا وإلهنا الذي به تعلو رؤوسنا وصليبه قلادة ماس من السماء في رقابنا، ولن نستبدل به كل كنوز الدنيا. أحبائنا الحضور، في هذا الملتقى السرياني الأول لنكن دائما قلبا واحدا نتفانى لتقوية أواصر الأخوة والمحبة التي هي وحدها القوة القادرة على شفاء العالم. بالمحبة نصنع العالم لأن الله محبة، وجميعنا نشعر بأهمية المحبة كفضيلة أساسية في المسيحية. والمسيح قال بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم محبة بعضكم نحو بعض. والقديس بولس جعل المحبة في مقدمة ثمار الروح. كم كان عظيما صوت أمنا مريم العذراء أم يسوع وهي تقول له في عرس قانا الجديد: لم يبقى عندهم خمر. نعم، نحن أيضا لم يبقى عندنا خمر، لم يبقى عندنا فرح حقيقي في هذا العالم المضطرب. يا رب املأ أجراننا بنبيذك المقدس لنفرح ونحتفل بالحياة التي تعطينا إياها. افتح عقولنا ونور قلوبنا ليكون الجميع واحدا فيك يا إله المحبة، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيه وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. الرب يريدنا عائلة واحدة، كنيسة واحدة، جامعة مقدسة رسولية. طوبى لكم لأن روح الله في قلوبكم وتشع كلمته في أرواحكم، فلنلتحم ونتذكر دائما أن هناك ينبوعا حيا في أعماقنا يروي محبتنا، إنه المسيح الحي الأبدي الذي تشرق شمسه في قلوبنا. فلنشكر الرب في كل لحظة، فما أعظم الامتياز الذي منحنا إياه. إخوتي وأخواتي، حفظكم الرب،
وليكن سلام المسيح معكم أينما كنتم بشفاعة أم المعونة دائما في كل حين إلى الأبد إلى الأبد آمين. شكرا جزيلا للأخت السيدة منال سرقار على هذه الكلمة الجميلة. الآن أعزائي راح يقدمون شماساتنا ومرتلاتنا ترتيلة ما أحلى أن نجتمع معا، فليتفضل. سيل الكنيسة
كنيسة ماربولوس. كنيسة ماربولوس، أهلا وسهلا بكم، والفيسبوك مالتنا أهلا وسهلا بالجميع. حبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم حتى العالم يعرف أنكم تلاميذي. أحلى آية قال ربنا يسوع على الصليب. أعزائي الكهنة الأفاضل والأخمور جميعا من كنيستنا ومن الكنائس الأخرى، الكنيسة السريانية الأنطاكية، كنيسة أم المعونة الدائمة، تأسست سنة 6 نيسان 1994 في وقت من قبل الخوري أسقف جوزيف يونان اللي أصبح مطراننا في أمريكا واللي أصبح خطة تربية البطريرك إغناطيوس الثالث يونان. وحاليا عندنا راعي رشيدنا سيادة المطران والبرنامج يوسف حبش، راعي رشيد سيد النجاة للسريان الكاثوليك مقر في نيو جيرسي. أم المعونة الدائمة للسريان الكاثوليك الأنطاكية، ونحن تابعين كما ذكرت إلى البطركية وللأبرشية. الأخوة الكهنة الذين معي في الرعية هو حضرة الخوري أبونا سلاقة سطيفو بارخمور، أبونا سلاقة متقاعد، ونشكر الله جانا الأب أنور زومية كاهن مساعد لهذه الرعية، عين من يوم 15/8/2021. أهلا وسهلا بك أبونا بارخمور. ونرحب بأبونا الخوري لويس يعقوب المحترم راعي كنيسة ماربولوس الرسول للسريان الأرثوذكس الأنطاكية. ونرحب بالأب توفيق ناصر المحترم راعي كنيسة مار أفرام السريانية المارونية الكاثوليكية الأنطاكية. ونرحب بالأب الفاضل فادي عطو راعي كنيسة مرتوم الرسول السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية. بارك الله ابونا فادي. ورحب بالشمامسة الإنجيليين، رحب بجميع الشمامسة، أهلا وسهلا بكم. طبعا كنيستنا فيها كثير نشاطات، أنا راح أحكي على الكنيسة مثل ما قلت ما خلوني شيء أحكي. عندنا بالرعية المجلس الرعوي مثل باقي الكنائس، أكيد كلكم عندكم المجلس الرعوي. عندنا أخوية السيدات ما يقارب 50 عضو يجتمعون كل يوم 3. عندنا جوقة الإنشاء، عندنا أعضاء الشبيبة، عندنا الكادر التعليم المسيحي، عندنا جمعية خاصة أصدقاء العذراء فيها أكثر من 70 عضو، عندنا منظمة فرسان كولومبوس، خدام المذبح، ورحب بجميع اللجان في كنيستنا وغير كنيستنا اللي تخدم الكنيسة في كنائسكم أبونا. أهلا وسهلا بكم. رحب بجميع الحاضرين أحبائنا بنات وأبناء وأصدقاء ومحبين كنائسنا السريانية الأنطاكية. الغاية من الملتقى السرياني الأنطاكي الأول هو لقاء محبة، خصوصا نحن شعب واحد وتاريخ مشترك واحد، وتاريخنا وكنيستنا الأنطاكية انتداب للسيد المسيح. وكرسي أنطاكيا والكنيسة السريانية قدمت الكثير من التضحيات والشهداء من يوم تأسيسها مثل ما ذكرت انتدابا لسيد المسيح. لنا أساقفة شهداء سريان أنطاكيين، لنا كهنة، لنا شعب مؤمن قدم نفسه خلال هالعقود الألفين سنة من تأسيس كنيستنا الأنطاكية. ولنا في الكنيسة مثل ما ذكرت قديسين من كنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية المارونية ومن كنيستنا الكاثوليكية الأنطاكية كثيرين، ومنهم القديس مار أفرام السرياني كنارة الروح القدس، كنارة الروح القدس. ولاحب أن أقول من هي كنيستنا الأنطاكية، ولكن العالم كله يعرف ويعلم من نحن السريان، وخصوصا في هذه المدينة المباركة. نحن 4 كنائس سريان أنطاكية، وكما ذكر الدكتور هناك كنائس أخرى سريان أنطاك ولكن اتجهوا إلى أسماء ثانية. كنيستنا السريان الأنطاكية في مدينة الكوهون سان دياغو أكثر من 2000 عائلة،
هالكهنة الموجودين هالكنائس الأربعة الإحصائية اللي عندي إذا نسوي إحصائية كاملة أكثر من 2000 عائلة، أكثر من 10,000 نسمة، ترى إحنا مو قليلين بسان دياقو. نشكر الله الكهنة طيبين يخدمون بمحبة الله، أقول تفاهم نعيد جميعا بمحبة وتضامن ويد واحدة في الإيمان والعمل والنشاط المشترك، وفي نفس الوقت نتعاون مع جميع الطوائف والأديان ومتحدين ومتفقين للجميع ومتعاونين مع الجميع في مختلف النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية. نعم نعمل جميعا من أجل رفع اسم معلمنا الكبير الرب يسوع المسيح فادينا ومخلصنا، ونعمل بتعاليم وقوانين كنائسنا. أشكر حضوركم أحبائي اليوم، وسنلتقي دائما بالمحبة والأخوة بشفاعة أمنا الطوباوية العذراء البتول الطاهرة، شفيعة كنيستنا أم المعونة الدائمة أطلقنا عليها سيدة النخيل سيدة العراق الحبيب، وسوريا البطلة، ولبنان الشقيق، وشرقنا المهجر العذراء، تحرسكم جميعا. ولا أريد أن أطول عليكم الكلام، أهلا وسهلا بكم جميعا الكل، والكل لكم بعد ما ننتهي لقاءنا إلى القاعة. أهلا وسهلا وشكرا، ربنا يحفظكم. خلينا نقول تشمشت العضلة الشمامسة، تفضل شمس فوق معانا، شمس سميح تفضل، تفضل تفضل شمس سميح معانا. هاي العضلة هاي العضلة مركب شبح طمان هاليلويا وهاليلويا، ومالك ثوب اليمين بدو شهد ابو نفير هاليلويا وهاليلويا، اسمع بس زيرا صويته واطلع Lay no.
أحلى الصلاة باللغة السريانية، ما أحلى الصلاة باللغة السريانية ترجعنا وتبعث فينا روح الإيمان، وذكرنا شهدائنا السريان اللي ضحوا في سبيل الإيمان المستقيم وإيمان الرب يسوع والعذراء مريم. كلمة كنيسة مرمولس للسريان الأرثوذكس الأنطاكية يلقيها نيابة عن الأب الخوري المحترم لويس نائب رئيس المجلس السيد الشماس سمير شماس المحترم فريق قطر. أنا تحت انطباعك راح يكون في شخص أمريكاني بقى الكلمة تبعتي بالإنجليزي. If we say Syriac, so many people will know a little about these people and their language. But if we say Aramaic, much more people will know who those Aramaic people are. Simply, the fact is, they are the same people. We, same as the Jewish people, were descended from the Semitic, later called Aramaic, then called Syriac. We were one of the first people who believed in Jesus Christ in the first century and established one of the first churches in the world. One of the most important things about our language, which everybody knows and Dr. Zavala said that our language is that Jesus Christ spoke to all the world in this language, which we are very proud of. I won't go back in the history because it will take a long time to tell. Some think that the Syriac are new in the United States. But the fact is, Syriac started coming to the States in 1907. Mainly from Turkey during the Ottoman Empire, which persecuted the Christians there. But the big numbers came between 1914 and 1916, after we lost around 500,000 people, out of which 250,000 Syriac Orthodox, which were killed during the well-known genocide of the Armenian people. In 1927, first church was built in New York, and after that, more churches were built. In 1958, a big cathedral named St. Mark was built in New Jersey. We have now 23 churches and around 3,000 families in the East Coast. Needless to say that the number of families should be bigger, but because we didn't have enough churches, people started joining other churches. In 1960, Syriac Orthodox started spreading to other states, and California was one of them. Parishes were formed and grew slowly until 1996, when our Archbishop O'Keefe Kabbalah started his services. The churches in the Western Archdiocese entered a new era of spiritual growth and activities, raising the number of parishes and churches from 5 to 24 at this time, serving around 5,000 families. As for our church in San Diego, St. Paul the Apostle, the first church gathering started in 1997 with the participation of all the Syriac, faithful Syriac people. The number of parishes started growing fast, and in 2013, a new church was founded under the name of St. Thomas. The St. Paul Church was served by a number of priests, but since 2013, Father Luis successfully is serving our church, which we thank him for his services. Also in 2016, with the help and donation of our Syriac Orthodox people and other people, we bought a new church building in Santee after 18 years
of renting a different church building. St. Paul Church now serves around 346 registered families, plus a number of families which attend our church from different churches. St. Paul Church has a Sunday school, which plants the faith in kids between age 5 and 12. Also, we have a very active youth group helping our youth from age 12 and up to enjoy their youth, but not to forget, not without forgetting their beliefs and faith in God and in the church. Not to forget the ladies group who help our church with their weekly activities and the fundraising. I need to say that all these accomplishments were done with the management of our finest people who served as board members through all these years since 1997. And they deserve all the thanks in the world. However, their important appreciation will be from the Almighty God. Finally, thank you, Abuna Imad, for the idea and for organizing this meeting. May the Mother of God protect you all, and God bless America. Thank you, Shema Samir. Allah يحفظك. مثل ما تعرفون جميعا انه عندنا قديس ايضا عظيم في كنيستنا السريانيه هو القديس مرمرون شفاعته وصلواته تكون مع الجميع. كلمه الكنيسه كنيسه مارفرام السريانيه المارونيه الكاثوليكيه يلقيها الاب المحترم الخوري توفيق ناصر فريق. صغيرة وبسيطة. نشكر المونسينيور المنطقة السورياني من تركيا. جميل جدا هذه الجملة يلي بتجمع الكنائس السوريانية. أنا ولا مرة بفكر صار هيك لقاء من قبل بلبنان أو بسوريا، بلشت شيء جديد مونسينيور. احنا مش شاهدين. فرحان بوجودي بيناتكم بين اباء. كان في فيلسوف فرنساوي اسمه ديكارت كان يكتب فلسفه يقعد المساء قدام التشمني يكتب فلسفه ويفكر ويكتب. كان يقول بس يقوم ثاني يوم الصبح يطلع لبرا يشوف الشمس وهيك يفكر انه كان غير عالم، في عالم الكتابه والتاريخ واللغه والفلسفه، في عالم طبيعي العصافير والاشجار والمحبه. سو في عالم التاريخ مثل ما حكي دكتور زفارو عن التاريخ السريان والارساليات عنده هيك والكنيسه والكاثوليك والسريان. بس اجي اشوف ابونا عباد ابونا لويس ما بحس في فرق. ولا مره شفت في فرق. وقت بروح عند ابونا لويس او ابونا عماد او ابونا فادي شو الفرق؟ يعني كهنة بنصلي وبنتناول ونحب بعضنا البعض ونحكي سرياني وحتى غير السرياني، يعني بيزنطيين كلدان كلنا محبة المسيح بيقولوا انه عم يحكي هالشيء مش كلام حقيقة. أنا شخصيا أمي كانت روم أرثوذكس، بي مراني، عشت بالكنيستين، حتى الكنيسة السريانية الكاثوليكية كنا نروح، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية عند أبونا بول، أبونا لويس ما بعرف إذا بتعرفه ببيروت. ولا مرة حسيت في فرق بين الكنائس. شو الفرق بيناتكم؟ في ناس أنتم بتجوا لعنا، بتجوا عند أبونا عمار، بتروحوا عند أبونا لويس. أوقات بيكون عنا عمادة أو زواج أبونا لويس، نحن وياه نزوج أبونا عماد. ولا مرة حسيت بالفرق. فرق التاريخ مش فينا نحن جغرافيا،
ما في فرق بشيء، حتى الكولكشن تبعهم عمل لنا الاسبوع القادم ما عجبته. سو كنا صغيرة عن كنيسة المارونية، أبونا عماد قال لي أحكي عنها. الكنيسة كنيستنا اسمها الكنيسة السوريانية الإنطاقية المارونية. شو يعني المارونية؟ الحقيقة أنه الكنيسة المارونية هي كنيسة سوريانية، في كنائس سوريانية أرثوذكسية، في كنائس سوريانية كاثوليكية، هذا الفرق. المارونية هي تيمنا بمار مارون، يعني نكنيم، يعني هي الكنيسة المارونية هي كان دار بسوريا وكبر وازدهر، دار سورياني. كانت مار مارون بلش حركة والحركة كبرت بهذا الدار بالقرن السابع، دار صار دار مار مارون، بيت مارون بسموه، اشتهر وصار كبير وصارت تيجي الناس وتصلي. بس لحد هذاك الوقت اسمها كنيسة السوريانية، ما كان اسمها الكنيسة المارونية، الكنيسة السوريانية دار مار مارون. وقت الاضطهاد صار والمد الإسلامي جاء، هربوا أبناء هذا الدير وانتهوا بجبال لبنان. هنيك صار يسمون مواريا، ولكن هن ما صار يعني، مش في كتير بيقولوا الكنيسة المارونية بلشت بالقرن الرابع أو ما، كنيسة المارونية كنيسة سوريانية. هالاسم الماروني تبلور أكثر من خلال دار مار مارون بلبنان، ولكن هي مثل نقول نورث أمريكا، أمريكا الشمالية، أمريكا يونايتد ستيتس وكندا، ولكن بناتهم عندهم هالكلمة أمريكا الشمالية، ولكن في كندا وفي أمريكا نفس الشيء، موارنه وغير موارنه. إذن هي كنيسة سوريانية، ولكن طبعا أخذت وجه خاص فيها لما قعدت بجبال لبنان، يعني مئات السنين كانت مفصولة عن باقي العالم بسبب الاضطهادات، وكان البطرك أهم شيء مثل كل قائد كنائسنا الشرقية، والكهنة معه تحت اضطهاد. بعدين عند رجيء الصليبيين صاروا ينتشروا أكثر، ينزلوا من الساحل، صار عندهم أشياء خاصة فيهم. يوم الكنيسة المارونية منتشرة في جميع أنحاء العالم، مثل كل كنائسنا السريانية والبيزنطية وغير الكنائس. في عنا طبعا المطران هو يكون رئيس الكنيسة المحلية تحت البطرك موجود بلبنان، في مطار أبرشيات في لبنان وفي سوريا وفي قبرص وفي الولايات المتحدة، أستراليا وكندا وأفريقيا، بكل العالم في أبرشيات. بأمريكا هون في أبرشيتين، أبرشيت الغرب بس اسمها أبرشيت مار مارون، وأبرشيتنا أبرشيت الشرق نيويورك مار مارون عليها مطران جريجوري، في أبرشيت الغرب اسمها أبرشيت سيدة لبنان عليها مطران مطران ياس زينة. نحن هون كنيسة مار فرام السرياني بألكهون، عندنا هالمركز بألكهون منذ حوالي 22 سنة كان هون المركز. حاليا عندنا الكنيسة، عندنا نشاطات فرعية، عندنا القداديس، عندنا اجتماعات الستات يعني the backbone of every church، مش هيك الستات بلا ما فينا نعمل شيء هيك مصيبة عم يفكر فيها. أنت عندك كم أكثر؟ لا، أنت مشوه صح؟ على كل حال عنا نشاطات كثيرة، وأهم نشاط نعمله هذا أول بار أبرد هو الفستيفال، نسميه فستيفال، نسميه لبنيس فستيفال. كنا نعمله على ليبر داي ويك أند هلا، أو لا كنا نعمله ميموريال ويك أند بماي، بسبب الكوفيد رح نعمله بليبر داي ويك أند وتشز بعد أسبوعين، مش هذا الأحد بعده. كلكم مدعوين، كلكم مدعوين على حساب مونسينيور عماد هو بيدفع الكاتوليك. أبونا لويس أبونا فادي بتدفعوا كمان على مين؟ أنا بابا. بشكركم جميعا على اللقاء الجميل، وبتمنى إنه دائما نلتقي.
كما قلتوا ما أجمل أن يجتمع الأخوة تحت سقف واحد. شكرا جزيلا. شكرا شكرا أبونا توفيق. هلا أبونا توفيق جوعنا يعني. مثل ما تعرفون أيها الأخوة والأخوات أنه كنيسة معتومة للسريان الأرثوذكس اشتروا كنيسة حديثا، فأسمكم جميعا هنيم بهذه الكنيسة الجديدة، ونتمنى لهم إن شاء الله إلى تقدم وازدهار أكثر. وكلمة الكنيسة يلقيها كنيسة معتومة رسول السريان الأرثوذكس يلقيها الأب القسفاري عبده فليفا. شما روح قدیش رو حضره و شاریره آمین. تحیه طیبه فی البدایه احبائی و قدم شکری الى رب الاله یسوع المسیح الى والده الله اللي احتفلنا بانتقال الاسبوع الماضی و الى الاراده الالهیه لجماعتنا في هذا المكان المقدس تحت اسم العذراء مريم، وأيضا بشكل خاص أحيي صديقي العزيز الصديق الأمين أبونا عماد على هذا الحدث التاريخي. اليوم هو يوم تاريخي أحبائي، لأنه في هذا اليوم وفي هذا المكان المقدس وأمام الصليب وأمام العذراء مريم نضع حجر أساس أحبائي. كخادم لكنيسة مارتوما حبيت أحكي لكم قصة مارتوما، قصة رعيتي وقصة السريان بشكل عام بدقائق مختصرة، ما أبي أطول عليكم. قصة رعيتي والسريان بشكل عام ما بلشت هون في الكهون أو سان دييغو أو أمريكا، بلشت أحبائي في المنشأ في الشرق الأوسط. مجموعة من الآباء والأبناء، الأخوة والأخوات، عانوا حالة من عدم العدل الاجتماعي والاضطهاد وعدم المساواة، فقدوا الأمل، فقدوا عوامل كثير، اضطهدوا فقرروا الحفاظ على إيمان والهجرة وأن يصبحوا مهجرين. طلعوا من أرض المنشأ، طلعوا من الشرق الأوسط، ومجموعة من العوائل المهاجرة اختارت سان دييغو the finest city in America، اختارت هذا المكان واختارت قبل 10 سنوات كنيسة سان توماس شماس سمير تأسست 2011، اختارت وتحت بركة نيافة الحبر الجليل مار اقليميس اوغين قبلان اسم القديس مارتوما. طلعوا من بلدهم العراق وعاشوا الأمرين، فقدوا الأمل وأخذوا معاهم مبدأ وامتداد مارتوما، لأن مارتوما وضع اسم المسيحية بشكل أساسي ورسمي في العراق في طريقه إلى الهند. توقف في العراق وتوقف في مدينة الموصل وسكن في منزل، وهذا المنزل كان بحسب التاريخ السرياني هو بيت أحد المجوس، وأصبح اسم ذلك المنزل كنيسة مارتوما. وفي سنة 1963 أو 62 أو 60
وفي ظل رعاية مثلث الرحمات مارسيوريوس زكا عواص كمطران الموصل وأصبح بطريرك مارناطس زكا الأول عواص اكتشفت ذخيرة كنيسة مرتومة. مرتومة أحبائي بحسب التدبير الإلهي والإرادة الإلهية شاءت أن يترك الأراضي المقدسة، يترك أورشليم بيت السلام دار السلام، ويتوجه إلى منطقة غريبة عنه الهند، ويتوقف في منطقة متعددة الحضارات هي الموصل أحبائي. He got out of his comfort zone, said Thomas. He left Jerusalem. He left the Holy Land, the place that he is so familiar with. And then, in his way to India, he stopped at Nineveh, Mosul, facing a diverse culture, facing the unknown. But what is most important for him? He was preaching the good news, the gospel, that Jesus is risen, not dead. على هذه المبادئ أحبائي أبناء رعية مرتومة اختاروا أن يكون شفيعا هو شفيع العراق القديس مرتومة. وعلى هذه الليسي وهذا الأرث الروحي والتراث أحبائي أبناء كنيسة مرتومة بكافة مؤسساته، مجلس رعية، Sunday School، مدرسة أحادية، اليوث والشبيبة، لجنة السيدات، شمامسة وشماسات، ولجان تنظيمية أحبائي، ركزنا على ثلاث نقاط وهي Education، 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 التعليم، التعليم، التعليم. لهذا بعد فقط 10 سنوات للسريان في سان دييغو وفي منطقة الكهون العدد الأغلب للأطباء. The highest number and percentage of doctors, pharmacists, dentists, engineers, all of them are Syrian. كلهم سريان. وكلمت أحبائي قبل عدة أسابيع بأنه الأوائل لبهارسكول سريان. وإن شاء الله السنوات القادمة راح نحقق أكبر عدد للمحامين lawyers and attorneys. This is the Syrian people. They are hard working. We have Dr. Zawaro, he's a great symbol. He started the legacy and our kids following. That's why we have more doctors, more dentists, more engineers, and now we're going to have more lawyers and attorneys. All of them Syrian. I don't want to say Orthodox or Catholic for one reason. المسيح الحقيقي هو أرثوذكسي كاثوليكي. الأرثوذكسية هي الطريق المستقيم. يسوع، يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. والكاثوليكية يا جبت من كاثوليك الجامعة، نؤمن بكنيسة أشنية، جامعة أشنية، مقدسة رسولية. يسوع قال الشبكة تنذب الماء، يطلع أشخاص أسماك من أجناس متنوعة تجمع الكل. الكنيسة بيت الله هي جماعة المؤمنين، تجمع الكل وتؤمن بإيمان مستقيم. فكل واحد مسيحي حقيقي هو أرثوذكسي كاثوليكي. اللي يقول أنا بس كاثوليكي يعني هو ما قاعد يؤمن بالطيب والحق والحياة، واللي يقول أنا بس طيب وحق حياة يعني ما قاعد يجمع الكل. فحتى نكون أبناء حقيقيين للرب يسوع المسيح وأم العذراء مريم علينا نؤمن بهذا الكلمات اللي دائما نرددها في قانون الإيمان. شكرا جزيلا أحبائي، شكرا جميع الآباء الكاملين والشمامسة والشماسات والحضور وأبونا
شكرا للمساري مثل ما قال افتكر كل اولادنا من كل الكنائس اذا كانوا اطباء او صيادله او محامين او والكل بركه للجميع الله يوفق الجميع نختم بالصلاه الربانيه باللغه السريانيه مثل ما اراد ابونا عماد ايضا تفضل ابونا بس تعقيب صغير من ابونا الحبيب شكرا لاحبائي الحضور وكل الشكر والتقدير لحبيبنا الغالي ابونا عماد اللي جمعنا تحت سقف هذه الكنيسه المقدسه وكل الشكر للاباء اخوتي الافاضل دكتور سهيل حط ايده على الجرح وكان الدواء هو الناجع هو عم يعطينا الدواء الناجع لكن قال كلمة انه نحن كلنا مجتمعين ما بنفرق بين كاثوليكي ولا ارثوذكسي ولا اي كنيسة اخرى لكن رجال الدين هم السبب التفرقة بيقول بلوقا البشير اصحاح 17 جد الفكرة اصحاح 17 لا بد من أن تأتي العثرات لكن الويل لمن تأتي على يده العثرات خير له لو علق عنقه بحجر الرحى وزج بنفسه في مجة البحر من أن يشكك أحد إخوة أولئك الصغار نحن بنشكك أبناء الكنيسة أنا لما تزوجت أخذت وحدة روم أرثوذكس المطران قال لي يا ابني ليش ما في السريان كلها بنات؟ يعني هذا مطران عفوا يعني لما صاروا اولادي كبار بدي اختارت واحد كاثوليكي سريان كاثوليكي يا ابونا على راسي يا ابونا ليش ما في سريان بدك راحت اخذت واحد كاثوليكي قلت له ما مش تيجي تدور علي لما ابني جابرييل بده يتزوج اخذ وحده سريان كاثوليك لاحظوا كيف ما فرقت لانه نحن كنيسه واحده لكن الويل لمن تاتي على يدي العثرات يا ابونا الله يديمكن انا ما اطول عليك الله يوفقك اريد نذكر بس ونشكر اللي ساهموا في هذا الاجتماع الأستاذ الدكتور سهيل زفارو وأيضا السيدة منال سريدار وإلى أيضا شكر خاص إلى الصيدلية العائلة وإلى جميع اللجان اللي اشتغلوا وتعبوا اليوم في والقنوات الفضائية اللي خدمتنا اليوم قناة القيامة والفيسبوك السرياني للكنيسة وفيسبوك الكنيسة وقناة أيضا إذاعة الراديو الكنداني ونشكر شكر جزيل وان شاء الله يكون دائما منار للحق ويعرضون هالنشاطات الحلوه حتى يشوفوها السريان والناس والاخرين ايضا في كل انحاء العالم ونختم مثل ما قلنا بالصلاه الربيه باللغه السريانيه Oh,
أشكر اللي يقدموا على رسائل حلوة. بارخمور جميعكم الله يوفقكم. كان ابن بارخمور بصراحة الملتقى السرياني الأنطاكي الأول راح يستمر. عندنا أربع كنائس وأنا طالب من أخواننا الكهنة كل أربع خمس أشهر نزور كنيسة ونلتقي ونكون إيد وحدة. أبونا توفيق عندك فستبل وإحنا حاضرين نشتغل إيد بإيد وياك والدخل كله إلك. لازم نوري محبتنا بالاتحاد قوة. إحنا بدنا نتحد على بدنا نتحد بمحبة ربنا يسوع المسيح اللي فدانا على الصليب. وارجع أقول قلنا حبوا بعضكم بعضا. طوبى لكم من عيركم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كلمة من أجل اسمي فإن لكم ملكوت السماوات. أنا فرحان بيكم. أنا دعيت بس المجالس الرعوية واللجان. بدعنا كل الرعاية واللي يراد إن نفتح الحياة 100 متر لي وراي. فأنا أشكركم وعاجز عن الشكر لإخواننا الكهنة دكتور جبارة أختي منال الكل الحاضرين قناة القيامة راديو الكلداني الفضائية الكلدانية الفيسبوك مال الكنيسة الفيسبوك مال كنائسنا. نعم صيدلية العائلة صح انتقلت لي اللي يتعاونون وياها دائما. فنطلب ان نكون ايد واحدة بالعمل. 10,000 شخص في سان دياغو السريان انطاكي مقلي عندنا صوت خلي يسمعونا الكل. نشكر الله على كل تقابلنا وربنا يحفظك بالصحة والعافية ورزق والتوفيق بشفاعة شفيعة كنيستنا شفيعة كنائسكم أم المعونة الدائمة سيدة النخيل سيدة العراق تحفظ العراق الحبيب وسوريا البطلة ولبنان الشقيق وشرقنا المهجر. ندعيك من القاعة وأهلا وسهلا بكم. سمعونا هلولة هذا اللقاء. نشكركم كثير. راح نبارك الاكل يعني قالوا ابونا جوعتنا. قالوا المزه خلصت. ترى الاخوه محضرين بعد 200 صحن مزه بالقاعه بالمطبخ. فنرحب بيك. تفضل ابونا سلاقه.
أبونا توفيق، أبونا بوري، إحنا نشيل عيدنا ونتصلي، كلتنا مبارك سوا. الصين ولا بالعربي؟ تشاينيزي. عربي؟ كيف كيف أبونا مش عليه؟ يبدأ أبونا يبدأ كي أبونا. بفوت شبابه وبروحه قديش وحضره وشريم أمين. بارك لنا يا رب على هذه المائدة التي عددتها لنا وفق وجودك. أفض عليها خيراتك وبركاتك التي لا تزول ولا تحول. أهلنا أن نتلذذ مع قديسيك في المائدة السماوية باسمك ندعو آمين. ارفعوا إيدكم جميعا إخواننا الكهنة سوا. يا رب بارك هذا الطعام. آمين. الله يوفقكم. أبانا الذي في السماوات. كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. السلام عليك يا مريم يا مدر يا نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا عن الفقراء الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا روح قديسة حضره شرير آمين. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. ارحم يا عبيدك يدعون المسيح منك كل حين في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما